إذن سيد معوضة، تجدد المواجهات وعودة للاشتباكات بعد فشل الوساطة التي تمت، كيف هو الوضع الآن في عتمة؟ الوضع الآن طبعا مواجهات ساخنة وفي أكثر من جبهة، بعد أن تم استخدام طبعا عدد كبير من الدبابات والمدرعات والأطقم العسكرية، نعم، وأيضا محاولة إرسال حملات من عدة اتجاهات، لكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة إن شاء الله في المرصاد وسيقدمون أبرز التضحيات نعم. سيد عبد الوهاب، ما زلت معي؟ نعم. سيد عبد الوهاب، منذ لحظات كتبت أو أعلنت على صفحتك في مواقع التواصل الاجتماعي أن عتمة أصبحت الآن منطقة مواجهات مفتوحة مع الميليشيا، هل نستطيع القول الآن أن عتمة أصبحت جبهة، وهل هنالك تواصل مع القيادة العسكرية العليا؟ بإذن الله تعالى، نحن من اليوم ابتداء من هذه الليلة أعلننا منطقة عتمة منطقة مواجهات شاملة، لأنها كانت في الماضي كانت المواجهات في أماكن محدودة، لكننا اليوم أعلننا المنطقة كلها منطقة مواجهات، وسيقف أبطال المديرية وأحرارها ورجالها بالإضافة إلى أبطال المديرية المجاورة لها، طبعا كلهم إن شاء الله سيقفوا بالمرصاد لتسلقين ميليشيات الحوثي أبشع الدروس إن شاء الله وأقواها وأقشاها. نعم، هل أنتم على جاهزية تمكنكم من مواجهة تصعيد الميليشيا؟ إن شاء الله، نحن طبعا على استعداد بما نمتلكه من عدالة قضية وما نملكه من همم عالية، رغم أن تحركاتنا كل حتى الآن بجهودنا الذاتية ولم يصلنا من أي جهة أخرى. نعم، أين تتركز أبرز هذه المواجهات والاشتباكات؟ المواجهات الآن في منطقة في جبهة حلفان وجبهة المهلالة في الجهة الشمالية من المديرية، لكن أيضا هناك حشود إلى بعض الجهات الأخرى، لكن أبطال المقاومة لهم في المرصاد وإن شاء الله سيكونوا لهم في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. نعم، سيد عبد الوهاب، ماذا بالنسبة للمدنيين في هذه المناطق التي الآن تشهد اشتباكات؟ هل هنالك نزوح؟ هل هنالك ضحايا من المدنيين؟ بالتأكيد، أمس طبعا كان مقتل أحد المسنين كان في سطح منزله، فتعرض لإطلاق نار من قبل الميليشيات وأذوه قتيلا. أما الليلة طبعا فقدنا شرود الدبابات والمدرعات في أماكن سكنية جوار مناطق المواطنين، وأنذروا المواطنين بعدم الخروج من مساكنهم، وهذا طبعا سيعرض المواطنين إلى نيران بسبب تجد قطاع الدبابات والمدرعات إلى جانب منازلهم.